من العبر اللي من هاي الحرب الفارق العلمي والفني والتطبيقي في الأسلحة بين ما وصل إليه الغرب وبين ما كان بيد العراق. فما قولكم في ما مدى ما يجب أن يحاول المسلمون به أن يصلوا إلى مستوى التقنية المقابل؟ يعني الضرب اللي كانوا يأكلون العراقيين أضعاف ما كان في التاريخ كله من النوعية ومن الأذى. كيف الجملة الأخيرة؟ الضرب اللي الضرب كانوا يأكلوا الضرب القصص من الكفار كان أكبر من ما مضى في التاريخ. يعني العراق أكل ضرب في لك من يوم أكثر من ما أكلت ألمانيا في الحرب العالمية كلها على مرتين. نعم. فالفارق العلمي والفني بعيد جدا. إلى أي مدى يجب أن يعمل المسلمون على إغلاق هذا الفارق؟ متسلحين بالطبع إذا كانوا متصفين ومتربين بأن الله ينصرهم، ولكن في نفس الوقت ما مدى الاهتمام الذي يجب أن يكون لهم بالأخذ بالأسباب؟ الجواب موجزا ثم قد يتلو التفصيل، وأعتقد أن التفصيل قد يزعج بعضهم. نعم، لكن البحث مطروح للمناقشة، أما الموجز لا يقبل المناقشة. ربنا قال في الآية التي سبقت الإشارة إليها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو جواب سؤالك، وأعدوا ما استطعتم من قوة. وكما أقول، ولا بد أنكم سمعتم هذا القول كم من مرة، الخطاب لمن؟ وأعدوا للمؤمنين، أي المؤمنين العاملين بشريعة الإسلام. فمن تمام عملهم أن يعدوا ما يستطيعون من القوة المادية. هذا الإعداد يكون لاحقا للإيمان أم سابقا؟ لا شك يكون لاحقا. هذا الجواب الموجز الذي لا يقبل النقاش. أما التفصيل فأنا أقول لا يمكن للمسلمين المؤمنين حقا أن يلاحقوا الكفار وأن يساووهم في قوتهم المادية، لا يمكنهم. والسبب في هذا معقول وطبيعي جدا، ذلك لأن الكفار ليس عندهم ما يشغلهم مما يوجد عند المسلمين، مما نحن دائما ندندن حوله. نحن ننشغل بالتصفية والتربية، أما هم فالتانيين في الموضوع، ما هن بحاجة أن يعرفوا تاريخ عيسى عليه السلام على وجه الدقيق. هل يأخذ من وقتهم ربما الوقت من حياتهم النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل؟ ثم من ناحية التربية كالبهائم يعيشون، ليس عندهم اهتمام بهذا الموضوع إطلاقا. فاهتمامهم ماذا؟ قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طبعهم الله عز وجل منذ القديم بهذا الطابع المادي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنا أقول، ويمكن هذا الذي قد يزعج البعض، المسلمون العكس من ذلك. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، المسلمون مقبلون على الآخرة غير غافلين عنها، ضعفاء في الدنيا، ليس عندهم من العلم ما عند أولئك الكفار. وأنا أعتقد هذا أمر طبيعي، لأن طاقة الإنسان محدودة النفاق، لا يمكن تحميل الإنسان أكثر مما كلفه الله عز وجل
ولذلك قال في كتاب الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إذا تصورت مهندسا كيميائيا أو ميكانيكيا أو سمي ما شئت وما شئت وأنت المهندس، فبقدر ما سينشغل بهذا العلم فبما يقابله سينشغل عن دينه وعن معرفة بأحكام شريعته. ولذلك قد أغنانا الله عز وجل عن هذا الانتباب على معرفة ظاهر الحياة الدنيا وما يتعلق بها من استعدادات مادية سلاحية اقتصادية العلم كل ما شئت. أغنانا عن ذلك بأن أمرنا بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن قبل هذا الإعداد الإيماني هو الأصل عند المسلمين، وذلك لاحق وتابع له، وليس عليهم بعد ذلك أن يضعوا نصب عيونهم كما يفكر بعض الشباب اليوم البعيد عن الثقافة الإسلامية للحق، أنه لازم نضاهي الكفار عددا وعدة. لا، هذا غير وارد في شريعتنا وفي إسلامنا، والتاريخ الماضي أكبر دليل كما سبقت الإشارة إليه. حينما نصر الله عز وجل المسلمين على الدولتين العظيمتين وهن فقراء في كل شيء إلا في الإيمان، فهم في أقوياء والكفار الأعداء أقوياء في كل شيء إلا في الإيمان، ولا إيمان عندهم. هذا جواب ما سألته. فارس المعارك في أيام زمان كان يعتبر بجوز بعشرة من المشاة. الآن الفارس في السلاح المتطور اللي بيستطيع أن يرسل جهاز يحدد موقعه بالشعرة بدون ما يتحرك مرسله، يعطي قوة نسبية كتير كتير أكبر، وهكذا. فعمالنا بنحكي بفوارق ضخمة. هذا ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لما كنا آنفا. خلينا نكون واقعيين، كم يحتاج المسلمون ليصلوا في هذا العلم من سنين؟ وحشة هي كلمة يعني لا تحاسب عليها. هو بيعتمد إذا كان النتيجة هي الحصول على الشيء أم بناءه بأنفسهم. يمكن بالحيلة وبالشراء وبالكذا أن تصل إلى مستوى ربما يكون قريبا، لكن الشرط أن يوصل إلى. وهل هذا جواب سؤالي؟ توصل لنفس المستوى. هل هذا جواب سؤالي؟ لا، جواب سؤالك نوصل لنفس المستوى. هذا ليس جواب سؤالي من ناحيتين. أولا كان سؤالي كم تقدر، وليس للشراء وإنما للصنع. فأنت ما أجبت لا لهذا ولا لهذا. وأنا لك يا أخي لا تخاف، صوت أحمدي. قرون. ألحش كلمة أديه إيش؟ قرون. طيب قرون، شو نساوي إذا نحن نستنى على قرون ونعيش أذلاء تحت الكفار دول لأنه فاقونا بالسلاح المادي؟ فما هو العلاج؟ بس انتهى الأمر. البديل الآخر، لذلك الله سبحانه وتعالى بده ينزل لنا ملائكة عارفه حتى يعوض عن السلاح. نعم. وليس معنى هذا أنه لا تعدوا لهم، لا، وعدوا لهم ما استطعتم. وإن كان من ذلك الحصول على سلاح مشابه لسلاحه. إيش المانع؟ شو المانع؟ في أناس اليوم كانوا